السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم سلو اللي حضرت اللي صوبته معكم البارح بعد ما صبح الصباح. كيفاش ولا؟ ما تنساوناش بلايك، ما تنساوناش بارطاج، ما تنساوناش بابوني، و كذلك وعليكم السلام جميعا. اهلا ميما، اهلا مونيا، اهلا بريستيج، فريدة. المهم كلكم مرحبا وشكرا على التقليبات، الهام كذلك. ونديروا نضيدرات باش نشوفوا هادشي التعليق. زهراء، ام ياسين، شكرا لكم بزاف على التعليق، شكرا على التقليبات. غادي نوريكم سلم بعد ما صبح. هو هذا سلو بعد ما رقد مزيان، جا ما نعاود لكمش البنات، خطير 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 جدا. هانتوما شفتو كله حضرتو عليه هكا. سلو انا اللي كيعجبني، ما كيعجبنيش كي قلت لكم مسايح، ومع انه بات ليله كيجي غزال. المهم هانتوما شفتو ما كيجيش سايح ليدان ديالو، هانتوما باش عارفو انه ما سايحش، انها كيفاش كديري له كتحسي بيه انه ناشف من الداخل شويه. دابا هاد السلو هذا انا المهم بعد ما بيتو رقدتو مزيان، رقدوه مزيان بيديكم، نط الصباح وليت هزيتو هكذا كيف غادي تشوفوني كندير. ولا بغيتو تجيكم العمليه سهله، غادي تجيبوا واحد الموس تشرطوه هكذا باش كتجيكم دغيا كيتهز لكم. ها نتوما شفتوه، يعني ما ميدمش. ها نتوما ما ميدمش. بالنسبه لي انا هكا كيعجبني سلو، وحكيتو هكذا مزيان في الصباح بعد ما بيتو مرقد، بعد ما خلطتو مزيان وكان ولي نهز وكان فرك كان فرك. مرحبا بالبنات الجدد اللي دخلوا عندي، شكرا لكم بزاف على الابوني اللي جاتني الحمد لله بكثره. علي ندخل كبروا انكم تخليوها في 7000 كا باش ندخلها. واخا انا المهم ما كنطمع لا في بزاف ولا اكثر، يعني لي زابوني عندي يعني حرين، ماشي لا مشريين لا والو، مع ما كنشريش. انا مثلا بغيتش ندير داك كيشريو لي زابوني وكيعلقوهم في الفوق. هانتوما المهم الدوقان دقتو، جا معتبر. انا كيعجبني سلو بزاف. المهم غادي نقبط البصيل، فين غادي ندير الديكور؟ الديكور عيني ميزاني انا هي كان ما كنفكرش فيه. ما تنساوش قليبات، ما كنفكرش فيه حتى لاخر لحظه عاد كيبان ليا. المهم غادي نجيب واحد نغسل يدي بعدا. البنات كاينه واحد الازمه ديال الزيت والطحين، راني متخوفه بزاف على لي كوموند اللي غادي نقبض ديال الناس، اما غادي يبقاو عندي اما غادي يرجعوا، لان الزيت ما كايناش عندي واحد الكميه، ولكن بحال تكفيني انا في شهر رمضان. ولكن بالنسبه دابا الطحين والزيت راه قليل بزاف البنات. ما شهيتكم في واحد الطويجينه البنات، كتعرفوني انا ما عنديش ما
الطويجنات ولكن ها نتوما الطويجين حتى يطيب مهندب واعر 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 غزال البنات ما شهيتكم غادي نقبض هذا الغطار هذا غادي نجيب هذا الليمون اللي كيتحل ويتشد غادي نقادو قد الغطار هكذا غادي نحاول انني نشوف هادو صافي غادي نحاول انني نحط فيه خصني نتقلو عاد نوسع باش الاطار ما يهربليش وما يوسعليش ما غاديش نديرو عليه بزاف بارطاج البنات لايك خليو تعليق واللي دخلات مرحبا بها عندي في الانستغرام دابا عاد غادي نحاول انني نبدا كنرقدو هكذا حاولوا انكم تقبطوا الجنب باش ما يهربلكمش نشكوف نشوفكم على الغزالات سمحوا لي انني كتعرفوني ما كنبانش عليها ما كنقراش التعاليق ولا قريت ولا قلبت الكاميرا اللي عندي غير خصني نميل لكم باش تشوفوا نديروا عاوتاني شي حطه خاصه بيا راه هاد الفيديوهات البنات كنهز اللايف كنحطو في عندي في اليوتيوب للناس اللي ما كعندهمش الانستغرام كيبقاو فيا كيقولوا لي اختي نادية حنا ما عندناش الانستغرام كنحاول انني نهز هاد اللايف وهاد اللايف ديال الانستغرام تيكون شويه ما فيهش البساله ولا الهضره شي شويه قاصحه ولا زعما قلت الاداب ولا المعايره ولا شي وحده كتهضر بشي كلام خايب ولا انا نجاوبها المهم كنخلي هذا نقي باش يتهز ويتحط في الانستغرام واللي بغى الحرب العالميه الثانيه يدخل يوتيوب تما اللايف كيكون واعر حتى هو ملي كتبغي شي وحده تجبدني المهم راني كان في اليوتيوب ماشي مشكل كنقدر نمسحو انا راني ماشي داسره البنات انا كنجاوب غير الناس على حقد ولكن مره تنقول على نفسي علاش كنجاوب ومره كنقول على نفسي خصها حتى نجاوب عليها باش تفهم راسها انها ماشي غير اللي عندها الفم حنا براسنا راه حنا عندنا فمنا غادي نغسل يدي انا المهمه البنات انا هي كنحاول انني نلعب على شي ديكور
من بعد فيديو قصير ديال اللي كنحط لكم شنو درت. واللي بغات القوام هذا تكتب لي في البريفي، نصيفطوا لها في البريفي من الاول حتى الاخر. دابا هذا حتى ملي كنرقدوه دائما بيدينا راه حتى كيطلق ليك ليدام داك الشعله ديالو، يعني داك الليدام ديالو كيخرجو عاد كيبان. دابا يلا دابا انا ندير له هكذا، غادي نحاول انني نزيرو مزيان هكا نطراسي. وعاود نولي ندير له هكا نبرك عليه نضغط عليه هكذا باش كيجينا نطراسي. هانتوما شفتو يلا بنات خليو لي تعاليق من بعد باش نقراهم، باش حيت مره نحبس نقرا التعليق. صافي هنايا غادي نخلي هذا الاطار هذا هكا، ما غاديش نديرو عليه بزاف، كيعجبنيش عليه بزاف. صافي دابا هذا غادي نقبطو، غادي نخليه هكذا، غادي نقبط هاد القليبات هادو غادي نحطهم هنا. غادي نجيب سكر كلاصي لحاجه بالزواقه اللي عندكم، ما بغيتش ندير واحد الزواقه كنت درتها شحال هذه في البسطيله ديال الدجاج. بغيت نغير. غادي نحاول نجيب اللوز، وسكر كلاصي، ها هو ده سكر كلاصي سبيسيال. غادي نحاول نعمل نخوي خلني هنا هكا، ما تخلعوش من السكر كلاصي هذا راه ماشي كله داخل. صافي هنا غادي نحاول انني هاد الدوائر هادو غادي نجيب فيهم نحط فيهم اللوز ويكون هو مائل هنايا. حتى هاد اللعيبه هادي غادي تجي زوينه هكا نميله. كنتمنى انكم تكونوا كتشوفوني. غادي نديرو دائري هكذا على هذا الشكل. المهم هو كيف ما بغى الانسان يديرو راه كيديرو، واللي بغى ياخذ فكره. سمعوا البنات الطياره هذه راه فوق مني واحد الطياره، انا غادي نحاول انني نقرب لكم هنايا الخدمه. حاولوا تغرسوا هاد اللويزات هادو. جنب ماشي واقفه هكذا، ديروها هكذا
كتبوا البنات التعاليق، انا دابا راني كان يمكن نقرا. حتى انا في اسبانيا والو زديت والعديله ما كاينش غير الاضرامي مشكله هذه، والله القسم الحشمانه انني نقول للناس بانني ما نقدرش نصوب لكم، ولكن نصبر نزيد نصبر نشوف هاد القضيه فين غادي توصل ديال الزيت. والو 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 كنتمنى انه تكون الفكره واصله لكم، ولا بقيتوا معايا حاولوا انكم توصلونا ل 10000 كا تبارطاجيو هذا، غادي نبقى نزيد نبدع معكم ونزيد نعطيكم افكار ونزيد نعطيكم بزاف المسائل. انا هي ما كنلقاش تشجيعات، والمهم ليت ابونا تبقى تخلي تعاليق في الفيديوهات ان شاء الله. بغينا هذا الانستغرام نعطيوه شي شويه عاوتاني القيمه ديالو ونعطيوه حقه. هانتوما شفتوا كي كيجيو الشكل ديالو هكا، ايوا سمحوا لنا دابا اللايف كو كان فيديو يمكن لي نقطع ونسالي لكم الدويره، دابا اللايف خصكم تصبروا معايا. هانتوما جايه راقيه بزاف، هانتوما داك لينا برافو عليك، كتبت لينا المقادير اللي هنا كي حنا مازال. المهم هاني قالت لكم اللي عندها كيمكن لها تفرج في اليوتيوب تدخل عندي البريفيو تقول لي تحت لي الفيديو غادي ننزلو لها. ان شاء الله نقدر نكتب لكم المقادير ماشي مشكل، نتعاون مع الناس اللي ما عندهمش. صافي غادي نزيد في هاد البليصه هادي حيت قصها بيدي. دابا هنا ضغ هنا غادي تحضيو مزيان، هنا خصني نهزي بواحد الحركه ما تزعزعوش يديكم باش تحاولوا انكم تديوها هي بالعقل. شتو الشكيله البنات كيفاش جا هذا؟ دابا ها حنا درنا له هكذا، يمكن لكم تزينوا اللوز حتى هكذا هاد القنيتات هكا. بحال غادي يجي بحال الشكل ديال الضفيره، سمحوا لي نشدلو هانتوما شفتو بدلت رأيي. انا راني بوغانات هكا غادي يجي بحال الشكل ديال الضفيره. كنظن انكم حتى نتوما لاحظتوا انها ما كانتش جايه مزيونه. ها نتوما نزيد نقرب لكم هكا جات زوينه ياكو، يلا قولوا لي ما شاء الله. غادي نحاول انني تخبركم، انا مازال ما مدرباش على ما شاء الله عليك حبيبه منظر رائع.
شكرا ليك نسرين حبيبتي، شكرا ليك بزاف، شكرا على الحضور ديالك وتبارك الله عليك. هانتوما شفتو كتميلوهم وحده كتغرزوها وحده كتميلوها، اولا تقدروا تنعسوهم، ولكن ديك الحكمه في ديك اللي كتغرس كتعطي ديك الحفيره باش كتجي وحده داخله في وحده. قالك حنا اصحاب اليمين، حنا جمع اليمين باش كيجي داك الشيء مقادك، منين بديت من اليسر تخربقات القضيه. المهم كنتمنى ان المليضر يعجبكم، هاد القليبات كاملين البنات كنهديهم لكم. قولوا لي كي جاتكم الفكره واش مزيانه هكذا جات بخيره. كاين اللي تيديروا لايف شي كيقرا شي تيخدم، ولكن دابا ما عنديش اللي يقرا عليك وكراني كنت. هانتوما البنات كي جات الفكره، انا بالنسبه ليا عجبتني. هانتوما صافي، هنايا غادي نحاول انا اللي نقرب نهرب، انا غادي نهز ما نعرفش كل اللي راه تيصيفط ليا ميساجات، غادي نهز هذا نحاول انني غادي نجيب واحد بلاطو غادي ندير فيه سلو. ونضغط عليه، نحاول انني نجيبو دائري ولا كاري، المهم انا هي كتشوفوني شنو غادي ندير. على هذا القياس هذا غادي نقبض هذا غادي نقطعو هكا. وغادي نهزو غادي نجيب بالنسبه لهادي هاد الويضه كيف كتشوفوا غادي نقصها هنا بالزنجلال. هانتوما نغرزوا لها واحد النويويه بحال هكا، وغادي نحطها في هذا القنيط هذا. المهم تال نوريكم بلاتي غادي نحاول
تنساوش اللايك البنات، ما تنساوش البارطاج. هانتوما غادي نغطسوه في الزنجلان ونغطسو فيها، نغطسو شنو نغطسو؟ نديرو فيها لويزا ونوريكم الا بغيتو تغيرو الفكره ديال لويزا وحده اخرى تيمكن لكم. تقدروا ديروا لويزات محطوطين بحال هذا الشكل هكا، ولكن غادي يكونوا غير ديكور، الا غرستوهم غادي تخسر لكم هاد القضيه هادي. حنايا كنلعبوا على الديكور بحال هاد الشكل هكا، ولكن انا ما نفضلهاش هكا، انا اختياري غادي نبغيها مغروسه باش كتبقى حتى اللي هز شي وحده هكا ترشقلو هكا غادي. هاني علينا البنات، ولا راه ماشي غير بنات عندي في الانستغرام، راه بنات ورجال ولاد وعزاله وعزبات الله يسخر في الجميع. غادي نقرب لكم هذا من بعد ما حطيتو هكا. هانتوما فين حطيتهم في هاد القنيتات، شفتوهم هنا؟ غادي نحاول انني نزيد نكمل هنا. هذيك اللي كتكون وحده غادي نجي حيت هنا خمسه د الحبات، غادي نحاول انني نقص هاد الجوج غادي نغطس في الزنجلان. وغادي نديرها هنا دايره على هاد القنيتات. هادي حتى نزول المول عاد هادي نزيد نحط لها وحيده. اللايف تقدروا تخليوا لي التعليق ديالو يقدر اللايف ما يبقاش حيت انا البارح ديال اللايف البارح ما دخلتلوش. تقدروا تخليوا لي كيفاش جاتكم المنظر. هو البريستيج كيبغي داكشي ديال الخدمه، كيبغي التدقيق وكيبغي كنتمنى ان المنظر يكون عاجبكم. كاين شي قليبات ولا والو؟
انت كنت تهربوا البنات. شحال وحده راه باغا كتقول هذا راه اللعب ماشي سلو، ولكن كيقولوا العين كتاكل قبل من المعده. المهم انا المنيط عجبني، الفكره كانت زوينه. نطلعوا على الطاجين. ايوا راه علي انا غنسالي قدي قدو. لنا وحيده من هنا وحيده من هنا، وحنا سالينا. المهم خفيف ظريف ماشي. دابا هكذا هاني كملتو، الحقيقة راه جاي زوين. هانتوما هادشي جاي سوبر زوين. نقرا التعليق نشوفكم فين وصلتو. بارك الله عليك اختي، هادشي غزال، يسلم يدي دياتك. شكرا لك مونيا، بحال السحابه زرقاء، بحال السحابه زواقه، بحال سحابه زواقه، ما عرفتش شنو قريتها هذيك. مبدعه الله يسلمك، متابعه الله يسلمك، شكرا. واو عطينا مقادير اختي الفاسيه واجر على الله. الله يبارك فيك، حتى انا عجبتني بزاف، شكرا لكم. واو طوب،
ما شاء الله، افكار روعه، كل شيء غزال. المهم هو المذاق والبنه، كاينه البنه معايا ضروري طوب الحادقه. حسن شكرا لك، الزين مجدولين، تبارك الله عليك، مبدعه، جات فنه، شكرا لكم، ما شاء الله عليك يا حبيبه، الله يحفظكم، تبارك الله عليك. المهم انا غادي نقربوا لكم. حتى الطويجن ديالي جا غزال، واجيو بعدا نشوفوا الطويجن، راني مره كنطلل عليه. ها انتوما، ها انت لاله مجدولين، الطويجن اللي حضرتي عليه، ها انتوما، داكشي واعر ياك، طايب راه كيتهندب. المهم ها انتوما الفكره البنات، كنتمنى انه يعجبكم المنظر، شي حاجه عاوتاني خاصه بنادي الفاسيه، ابداع. غادي نحاول انني نحط لكم الكاميرا شي شويه تحت بعد ما غادي نهز، غادي نهز هذا، بسم الله. نديرو لكم شي شويه عالي باش تشوفوا اكثر. كتشوفوا دابا غادي نحيد هذا المول. هادو اللي تيكونوا فيهم هاد الحديدات هادو تيعرقلوا القضيه، ولكن غادي نحاول معاه. طلعوا غير جنب جنب، اللي طاحت كنديرها في امي. غادي نحاول واحد الحفيرات جايين معاها، نشوف واش نقدر ندير فيهم لويزا. جاو مزيونين البنات، ديك اللويزة اللي تندير في الجنيب بلاتي غادي نحطو لكم باش تشوفوا المنظر عاد حسن في الفيديو بعد ما غنفيلميه. وما تقولوش بانني ما كنبدعش، ما بتقولوا انني ما ببدع بحال داك اللي كيهضر في الانستغرام، ما تقولوا بانني فنان. غادي نجيب اكيد غادي يكون البنات المذاق زوين، ما يمكنش كتجربوا وصفاتي وكتجربوا كل شيء، ما يمكنش ما غيكونش بنين. تحفه، انا عجبني حرك نتوما، هانتوما البنات كي جاكم، واو ولا ماشي واو؟ يلا عطاو شي قليبات لان عجبكم. ها انتوما هاد القنيت، ها انتوما يلا، شكرا لكم البنات، ها انتوما شفتوا كيفاش جا. راه اللي بغى اللايف غادي يلقاه اللي صوبت قبل منه شنو دخلت فيه، واللي بغات اليوتيوب دخل عندي البريفي نصيفطو لها، ولا بغات تقلب على سلو
غادي دير شهيواتنا ديال الفاسيه، غادي يطلع لها سلو ديالي، هو هذا سلو. ها نتوما شفتوا كيفاش كيجي، كنتمنى انه يعجبكم ان شاء الله وتجربوه، والى اللقاء.